أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يشترط لصحة صلاة الجنازة الطهارة من الحدث؟ نعم. هل يشترط لصحة صلاة الجنازة الطهارة من الحدث؟ بلا شك، هذا صلاة الجنازة صلاة، الصلاة لا تصح إلا بطهارة، الصلاة لا تصح إلا بطهارة، صلاة الجنازة، صلاة النافلة، صلاة الفريضة، صلاة الاستسقاء، أي صلاة ما تصح إلا بطهارة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية، هذا عام في جميع الصلوات. نعم.